اصحابي صحباتي في كل مكان، صباح الخير عليكم وشقاوة جديدة من شقاواتنا. النهاردة معايا اتنين من اصحابي ومعانا كمان موضوعات وحاجات كتيرة حلوة في شقاوة شطار. خلينا نتعرف عليهم. اسمك ايه؟ انا جوليا. جوليا. حمزة. حمزة. حمزة وجوليا النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. تخيلوا بقى دلوقتي انتوا صحاب الاول ولا لا؟ صحاب. حلو. صحاب بقالكوا قد ايه؟ سنتين. يعني سنتين دي مده كبيره، ما هياش صغيره. طيب دلوقتي افرضوا بقى يعني حصلت ما بينكم اي حاجه، ايه اللي ممكن يضايقك من جوليا مثلا، او ايه اللي ممكن يضايقك من حمزه؟ يعني مثلا انا ضربته ويجي يضربني تاني، لما هي بتيجي تضربني او تقرشني مثلا. الموضوع متعلق بالضرب. ده اللي ممكن يخليكوا تزعلوا من بعض، صح؟ صح. ممكن تتخاصموا؟ ماشي. يلا انا بقول لك ممكن تتخصم تقول لي ماشي؟ لا 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 مش ما ينفعش، صح؟ صح. لا بس ممكن وارد ان انتوا دلوقتي لما يبقى حاصل في اي مشكله ما بينكم وما بين بعض ممكن ان انتوا تتخصموا، صح؟ بس يعني الخصام ده حاجه ظريفه ولا مش ظريفه؟ تعالي كده، تعالي حمزه كده، انت قاعد مع بعيد. لا مش ظريفه. حاجه مش ظريفه. حاجة مش ظريفة، صح؟ بس ساعات بتبقى هزار. ساعات احنا نعمل نفسنا يعني كده متخاصمين بس احنا مش متخاصمين، بس فعلا فعلا ممكن يحصل على حاجة تافهة، حاجة بسيطة مثلا قرصة زي ما انت قلت كده، شغب، تاخد دورك في حاجة فتيجوا تتخاصموا بقى، دي تبقى حاجة تافهة، ده صح؟ يعني مش حاجة حلوة خالص. ماشي. مش حاجة حلوة طبعا. امال لو ما حد بقى المفروض ان احنا حصل وتخاصمنا واتخانقنا مع بعض بقى وبقينا نعدي من جنب بعض كده وما نردش على بعض، يحصل ايه بقى بعد كده المفروض؟ احنا مفروض يعني انت لو في موقف زي ده يا جوليا دلوقتي هتعملي ايه؟ يعني مفروض يعني نتكلم فيها اوكي ونشوف مين غلط مين اوكي ونتصالح، وكمان ممكن نقول له اسف ونقول له انا اسف مش هعمل كده تاني. للاسف هو الكلمه السحريه لحل المشكلات. اوعوا تفتكروا ان لما حد بيغلط مثلا ويجي يقول اسف، اصل الصراحه انا كنت بعمل كده وانا صغيره مش هكذب عليكم، كنت كل لما اجي اغلط في حق حد مثلا ولا اخاصم حد من صحابي ما بحبش اقول كلمه اسف خالص، ببقى كده مش عاوزه اقولها بصراحه، بحس ان انا هبقى يعني ضعيفه مش كويسه مش عارفه. لغايه لما جه حد من اصحابي كده كان بيحبني قوي وقام قايل لي ايه، قام قايل لي على فكره اللي كان اكبر طبعا، قال لي ايه الاسف هو الكلمه السحريه لحل المشكلات. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت لو دلوقتي حد زعلان منك جدا جدا وجيتي رحتي قلتي له انا اسف، او اي حد يعمل اي حاجه غلط يجي يروح للتاني يقول له انا اسف، موضوع انتهى، ولا يقعد يقول له اصلك انت عملت، اصلك انت قبل كده مش عارف عملت ايه، اصلك انت قبل كده عملت ايه، لا. وكلمه بسيطه جدا جدا وكمان مش هتبقي ضعيفه زي ما انت بتقولي. قلت له ازاي يعني ده انا هروح واقعد اقول كده بقى واتذلل واقول له سامحني والكلام ده؟ لا 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 ابدا، ده انت لو رحتي وعملتي كده ده انت هتبقي محبوبه عند الناس وهتبقي محبوبه عند ربنا لان ربنا بيحب اللي بيبدا بالصلح، وكمان هتبقي محبوبة عند الشخص اللي انت رحتي واعتذرتي له ومش بعيد كمان هو يقول لك انا اسف انا كمان. ومن ساعتها عرفت الكلمة دي وحطيتها في دماغي ومبقتش اصلا ازعل مني حد علشان اضطر ان انا اقول له ايه اسف انا اسفة، وحتى لو حصل وزعلنا حد هنقول له ايه انا اسف انا اسف وسامحني، صح ولا لا؟ صح. مظبوط جدا جدا. في حاجات طبعا حلوة كتيرة جدا في الدنيا المفروض ان احنا لو مشينا عليها هنعيش في منتهى السعادة، للأسف حاجة منهم، للأسف حاجة حلوة قوي لو احنا غلطنا في حق حد في اي يوم من الايام وفي اي موقف من المواقف ورحنا قلنا له اسف اكيد على طول هيسامح. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة المطبخ واللي متعودين فيها ان احنا دايما دايما نساعد ماما في المطبخ ولكن تحت اشرافها طبعا او اي حد تاني كبير، وكمان ما ناذيش نفسنا يعني نحط ايدينا في ايه؟ النار. في النار. ولا نمسك ايه؟ سكينة. سكينة، برافو عليكم. دلوقتي بقى احنا نعمل حاجة بسيطة جدا جدا
وحاجة احنا بنحبها. بس قبل ما نبدأ نعملها خلينا نعرف معانا مين. اسمك ايه؟ نور. نور. وانت اسمك ايه؟ جودي. جودي. جودي ونور بتحبوا البيتزا ولا متحبوهاش؟ انا بحبها جدا جدا. عشان كده وعشان انتوا بتحبوها اكيد كل اصحابي بيحبوا البيتزا. احنا النهاردة هنعمل بيتزا بس هنعملها بشكل صحي جدا، يعني مش هنخلي موجود فيها اي حاجة من المواد الحافظة، كلها حاجات طبيعية. يعني عبارة عن ايه؟ يعني العجينة ممكن تبقى عجينة مامي عاملها لنا او العجينة الجاهزة، وهنستخدم بقى الحاجات العادية، يعني مش هنحط بقى لا كاتشب ولا هنحط مثلا صلصة ولا الحاجات دي. هنقوم حاطين بقى الطماطم الجميلة بتاعتنا والزيتون المملح، وكمان هنحط الجبنة اللي احنا كلنا بنحبها، وده ايه؟ الفلفل. والفلفل الايه؟ الاخضر. الصينيه بتاعتنا لازم ان احنا نكون دهنينها كويس جدا بالزيت، وبعد كده هنبدا نفرد زي ما انتوا هتشوفوا وهنزوق البيتزا بتاعتنا. موافقين؟ مستعدين؟ مستعدين. يلا بينا نبدا نعمل البيتزا. احنا كده خلصنا شكل البيتزا بتاعتنا، والمفروض دلوقتي ان هي هتدخل الايه؟ فرن. الفرن علشان تستوي وناكلها، وطبعا طعمها يبقى ايه؟ لذيذ، لانها بتحتوي على حاجات كتيرة جدا جدا مفيدة. الخضروات اللي احنا حطيناها، الفلفل طبعا فيه فيتامينات كتيرة جدا جدا، وخصوصا اي حاجة من الخضروات بيبقى فيها الوان بتبقى ايه؟ مفيدة عشان شعرنا وعشان جلدنا. الفلفل من الحاجات المفيدة جدا للجلد، وكمان الجبنه طبعا فيها كالسيوم زي ما احنا عارفين، مفيده للايه؟ للعظم. للعظم صح، مفيده للعظم. وكمان الزيتون بيبقى بيدي طعم مملح كده، بيخلي الطعم لذيذ. والطماطم بتحتوي على الفيتامينات والمعادن زي ما احنا قلنا كتير قبل كده في شقاوه شطار. وطبعا العجينه بتاعه البيتزا، يعني كل الموضوع على بعضه كده بيبقى طعمه لذيذ جدا وكمان مفيد. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة القصة، والقصة اللي معانا اكيد اكيد زي كل مرة بتبقى مرتبطة بموضوع حلقتنا النهاردة، وقصتنا اسمها سمحتك. القصة بتاعتنا بتحكي عن ان في بنوتة. البنوتة دي بالظبط كده، ان في بنت ما كانتش عارفة ان الخصام ده وحش قوي 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 للدرجة دي. جت يعني بدأت سلوى، في بنت اسمها سلوى اللي هي ايه صاحبة البنت اللي هي شعرها قصير دي. بنت شعرها قصير دي هي اللي بتحكي، بتقول ان سلوى بدأت تبعد عني ومبقتش تقعد جنبي، وحتى مبقتش تقولي كل سنة وانا طيبة في العيد، ولا تقولي في عيد ميلادي كل سنة وانا طيبة، ولا بقت تجيب لي هدايا زي الاول، ولا اي حاجة، ولا مبقاش في كلام ما بيننا حتى. وده حصل ليه بقى؟ علشان انا كنت مره بجيب قصه كده، هي قالت لي ممكن اخد القصه دي اقرا فيها، انا قلت لها لا، وانا الصراحه بحب احتفظ بالقصص بتاعتي، وعشان كده هي ايه زعلت مني. لكن انا اكتشفت الكلام ده بعد فوات الاوان، بعد ما فقدت اعز صديقه ليا سلوى. الايام بتمر وكأن هي شهور، ما هي قاعده بقى وحيده مش عارفه تلعب مع حد، ولما بفتح كتاب عشان اذاكر بشوف صوره سلوى، وكانت دايما بتخلي الحاجات سهله عليا، وكانت بتشرح لي الحاجات اللي صعبه عليا، وبتساعدني في الهوم ورك بتاعي وكل حاجه، وتفهمني اللي انا مش فاهماه. ولما ببص للدولاب بتاعي بلاقي الهدايا الجميله اللي هي كانت جايبها لي، الدبدوب والهدية والمج والمش عارف ايه، وحاجات كتيرة جدا جدا هي جايبها لي. وكل ما تبص لي احس ان الحاجات دي بتبص لي وبتعاتبني، ازاي انا خصمت سلوى وسلوى ايه زعلت مني. حتى صحباتي في الفصل بيجوا يسألوني انتي ايه اللي مزعلك من سلوى، فانا ما بقول لهمش لاني بتكسف اقول لهم ان انا كنت انانية ومرضتش اديهم ايه
اديها ايه؟ اديها قصة. طب اروح اقول لهم الحقيقة؟ لا لا لا، منظري هيبقى وحش قدامهم. طب اروح ايه اعمل ايه؟ طيب اصلحها ازاي؟ حتى صحباتي لما بيروحوا لسلوى يقولوا لها انت مخصمها ليه؟ كانت سلوى ترد عليهم وتقول لهم لا معلش مش عاوزة اقول. قد ايه هي محترمة وما بتقولش الاسرار اللي ما بيننا عشان ما تخليش شكلي وحش. وفي يوم الاجازة صحيت متأخرة من النوم مش زي ما انا متعودة، قعدت اذاكر ما قدرتش، قعدت اتفرج على التلفزيون ما عرفتش، كل ما ابص على حاجة افتكر سلوى صاحبتي لما كنا بنعمل الحاجات دي مع بعض. ما عنتش قادرة استحمل ان انا افضل مخصمها بالطريقة دي، لازم اصلح الغلط الكبير. سلوى ما تستحقش مني كل ده. انا هاخد القصة اللي كانت نفسها تاخدها مني وهلفها في ورق هدايا شيك كده وجميل واروح لغاية البيت عندها. يمكن تسامحني وترضى عني. وانا رايحة في البيت هجيب لها الورد، احلى واشيك هدية في الدنيا، هجيبها لها واخبط على الباب، يمكن ما ترضاش تفتح لي ويمكن ترضى. هي بقى حيرانة، ويمكن 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 ما ترضاش تدخلني البيت اصلا. طيب انا هحط الورد قدام وشي كده واخبط على الباب وادخل واشوف بقى هتعمل معايا ايه. خبطت على الباب، فعلا سلوى فتحت لها وقامت واخداها بالحضن. جت البنوتة تقول لها انا اسفة، لسه جاي تقول لها انا اسفة، قالت لها خلاص ما تتأسفيش انا سامحتك وما عادش في اي حاجة مزعلني ايه منك. ادت لها القصة، اخدتها وهي مبسوطة جدا، وكانوا مبسوطين جدا 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 مع بعض وتصالحوا ورجعوا اصدقاء زي الاول وما بقوش يخصموا بعض تاني ايه ابدا. توتا قصة الحدوتة، احكوا لي بقى كده اتعلمتوا ايه او اكتشفتوا ايه من خلال القصة؟ اوكي، ان هي عملت حاجة غلط. اوكي، وكل مرة تفصل لحاجة هي تفتكر بصداقتها، هي مش قادرة تعمل حاجة من غيرها. ان احنا لما نيجي يعني لما حد يعمل لنا حاجة وحشة لازم او احنا نعمل لحد حاجة وحشة لازم نتأسف له عشان دي حاجة حلوة وعشان نبقى اصدقاء تاني وما نعملش كده تاني. تمام، يعني ان احنا لو احنا اللي غلطنا نعتذر، ولو احنا اللي حد غلطان فينا نسامحه، صح ولا لا؟ لان التسامح زي ما القصة دي كانت بتتكلم، وان حتى كمان من اسمها اهي باينة سامحتك. التسامح صفة جميلة جدا جدا جدا، المفروض انها تبقى موجودة عندنا كلنا. لازم نسامح اللي اساء الينا علشان التسامح ده هيخلي ما بيننا فيه ايه؟ فيه حب، صح؟ يبقى لازم لو حد غلط فينا وجي يعتذر لنا نقبل اعتذاره ونسامحه على طول على طول. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة ايه الارت، والفقرة اللي معانا دلوقتي او الحاجة اللي احنا نعملها في الارت زي ما انتم شايفين ايه دي. الاول قبل ما اقول احنا هنعمل ايه اصلا، خلينا نعرف اسمكوا ايه. اسمك ايه؟ مؤيد. مؤيد، وانت اسمك ايه؟ يارا. يارا، يارا ومؤيد، عارفين دي ايه؟ ايه دي؟ فكر ايه دي يا يارا؟ باترفلاي. باترفلاي، برافو يارا، قالت انها باترفلاي. طب انت عارف احنا هنعملها ازاي؟ طب ما تقولي. طيب انا هقول لكم احنا المفروض ان احنا نستخدم ايه في الاول وبعد كده نشوف بالظبط احنا هنعملها ازاي. بيبقى عندنا دايما لما بنيجي نعمل الحاجات بتاعتنا دي بيبقى عندنا الورق الملون ده، بيبقى موجود في المكتبات، موجود عادي جدا بكل الالوان اللي احنا نحبها، وبنقصقصه بقى على الاشكال اللي احنا بنحتاجها. يعني احنا مثلا قصين دي على شكل الاجنحه بتاعه الباترفلاي، وقصين كمان شكل مستطيل عشان لما ندوره يعني نلفه على بعض يبقى شكل اسطواني اللي هو جسم الايه، جسم الفراشة بتاعتنا. اوكي، وبعدين هنحتاج شرايط طويلة. الشرايط الطويلة دي من اللون الاصفر، ممكن بقى نستخدمها من الحتت اللي احنا قصناها هنا، نقص حتت كده وبعد ما نقصها نقوم مطبقينها ليه؟ عشان تبقى ايه؟ تبقى الايه؟ تبقى قرون الاستشعار بتاعت الفراشة.
وقرون الاستشعار دي حاجة مهمة جدا جدا، اللي بيها من اسمها باينة قرون الاستشعار، بيبقى طلع لها قرون علشان تستشعر بيها الحاجات اللي حواليها، ما تخبطش في حاجة، تعرف ايه اللي هي رايحة فين وهكذا. ده باختصار. دلوقتي بقى في حاجات تانية طبعا هنستخدمها، اللي هي ايه العيون المتحركة دي، يبقى معانا خرز مثلا، يبقى معانا ترتر، علشان طبعا نزوق بقى الفراشة بتاعتنا، لان هي طبعا من المخلوقات الجميلة جدا اللي بتتميز بالوانها الكتير. ايه رأيكم نبدأ نعملها؟ والجلو ايه رأيكم نبدأ نعملها؟ موافقين؟ هيا يا يارا هتعمليها معايا؟ ماشي. هتعملها معايا مؤيد؟ ماشي. خلاص ونشوف مين احلى فراشة هتطلع، بتاعت مؤيد ولا بتاعت يارا؟ احنا كده خلصنا الفراشات بتاعتنا، دي الفراشه اللي كانت معموله قبل كده، ودي الفراشات بقى اللي هي ايه اللي احنا عملناها بايدينا. شفتوا قد ايه سهله وجميله؟ ممكن تعملي بيها ايه الفراشه دي يا يارا؟ علقيها؟ علق في الكلاس. اوكي، انت تعمل بيها ايه مؤيد؟ علقها في الفصل ولا في اوضتك؟ احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا جدا، نعمل الجسم بتاع الفراشة دي رفيع شوية، او نعمله بالستيك بتاعت الايس كريم، وبرضو نعمل عليها برضو العينين وقرون الاستشعار وكل شيء، وبعدين نعملها بقى من قدام كده ومن ورا، نزوق الجناحات من ورا ومن قدام، ونربطها بخيط رفيع كده اللي هو الشفاف، ونعلقها في السقف، فكل ما يجي عليها هوا تقعد تتحرك كأنها فراشة حقيقية. صح ولا لا؟ صح. جميل جدا جدا ان احنا نعمل حاجات بايدينا، شغل عقلنا وكمان نشغل ايدينا، ومش بس كده كمان نستفيد من الادوات اللي موجودة عندنا في البيت. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لنهاية حلقتنا من شقاوة شطار، وكنت مبسوطة جدا جدا ان انا كنت مع جوليا وحمزة النهاردة. وقبل ما نقول باي باي لكل اصحابنا اللي كانوا بيتابعونا النهاردة في شقاوة شطار، خلينا نعرف من جوليا وحمزة هما استفادوا من حلقتنا النهاردة بايه. يعني هي في الحلقة دي هي كانت في بنت اسمها سلوى خصمت صاحبتها، يعني هي صاحبتها يعني مش بتقول عيد ميلاد، مش بتقول يعني حاجات حلوه ليها، اوكي على طول خصمها بتعمل حاجات وحشه. هما بقى يعني اتعاملوا مع بعض يعني ايوه ان لما حد لو احنا عملنا حاجه وحشه لحد نصالحه عشان نبقى متصاحبين تاني وما نعملش الغلط ده تاني، ولو هو غلط فينا او حد عمل حاجة وحشة لينا نسامحه قبل ما هو يقول لنا اسف وكده. برافو عليك، يعني اتعلمنا ان الخصام ده حاجة وحشة جدا، اتعلمنا ان التسامح ده حاجة حلوة جدا جدا، وان احنا نقبل اسف اي حد يجي يتأسف لنا. صح ولا لا؟ وكمان في حاجة مهمة جدا كمان القصة بتاعتنا وحلقتنا النهاردة تعلمنا الكلام ده، ان احنا لما نبقى متخاصمين بقى مع حد ما نروحش لبقيه الاصحاب ونقول لهم ايه اصله عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا، لا نسكت. يعني زي ما بيقول كده ايه، ما نطلعش السر اللي ما بيننا او سبب الخصام بتاعنا للناس اللي ايه زي ما اللي حوالينا. تقولي الحاجه لحد كده وبيقول لك ما تقوليش لحد. لا، التانيه دي فتنه،
ايوه يعني ما ينفعش تقولي لحد تاني الاسرار بتاعتك بتاع صاحبتك وانت. يعني مش معنى ان احنا اتخاصمنا فانا اروح انتقم منها او منه واروح اقعد بقى اقول عليه كلام وحش وحاجات وحشه وحاجات ما بتحصلش فيه، صح ولا لا؟ مظبوط جدا جدا. دلوقتي ما فاضلش غير بس ان احنا نقول باي باي لكل اصحابنا. ايه رايكم نعمل باي باي؟ يلا باي باي. باي باي.